يا سلام عليك. لا. تعال جيب عيالك يلعبون كرة قدم، أحلى لعبة في العالم، كل حد يحبها. تعال، إحنا موجودين في مدينة خليفة، في نادي الكريكت، ملاعب على كيفك. لعب للكبار ولا للصغار، تعال أنت وولدك. يكون ولدك من ضمن اللعيبة هذول أو يكون في نادي من أندية الدولة، الكابتن محمد البلوشي. كابتن محمد يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. جهود الجبارة، خدمة للمجتمع، وصراحة يعني بيض الله ويحكم. شو تقدر تقول لنا في هالمناسبة هذه؟ اللي أقدر أقول أنا، الولد اللي بيني أنا، إيه؟ أي ولد مميز أنا ما بخليه عندي، أطوره شوية. حلو. أطوره شوية وعلى طول أرسله للنادي. ترسله للنادي. ارسله للنادي. مضمون يعني. ما خلي عندي. باقي الأكاديميات يخلون العيال يستفيدون منهم ماديا، لأن التسجيل شهري ويشتركون. صحيح. أنا ما أريد أي إضافة مادية. أنا أريد الولد يتعلم، يتطور، يروح يشوف مستقبله في النادي إن شاء الله. حلو. من عندي أنا في خلال 6 شهور ترشح 11 ولد. ما شاء الله. للأندية. للأندية. كلهم لعيبة. كلهم لعيبة ممتازين. سمعت إن عندكم دوري. قريبا ها؟ نعم. شو سالفة الدوري هذا؟ الدوري هذا منظمة من مجلس أبو ظبي الرياضي. دوري كل يوم أحد الصباح يكون في نفس نظام الدوري الإماراتي. حلو. الفئات السنية من عمر 7 سنوات لعمر 16 سنة. حلو. نحن إن شاء الله مشاركين في الدوري، فسارعوا بالتسجيل عشان نقدر ندخل عيالكم في الدوري ويلعبون ويحسون بمستوى المحترفين، يحسون باللعيبة المحترفين كيف يلعبون، كيف يجهزون للمباريات، كيف يسخنون، كيف التمارين. هذه أفضل بداية لأي ولد لمشواره الاحترافي إن شاء الله. للكبار والصغار ولا؟ للكبار والصغار، ليه من عمر 7 سنوات لعمر 16 سنة. تسجيل برسوم بسيطة جدا، كل شخص 500 درهم، وإذا عندك أكثر من 3 عيال أيضا في خصم على كيفك، يومين في الأسبوع، لا بتاخذ من وقتك ولا من وقت ولدك. تعال ابعده عن الأجهزة الكهربائية، خلي يستمتع ويكون لاعب ذكي وسريع البديهة. للعلم، لعبة كرة قدم تخلي الولد ذكي وسريع البديهة وعنده ربع. ابعده عن الأجهزة الإلكترونية وحياك.